بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بقى هنعمل معالجة جميلة جدا، بس عايزك تركز معايا برضه، عايزك كل حاجة تركز معايا بفضل الله، تمام؟ علشان تستقبل أكبر كم ممكن وأنت مركز من المعلومات. الموضوع سهل جدا، عايزك تركز معايا فيه. أنا دلوقتي لو عملت مثلا ساين إن بأي حد، وائل مثلا، أوكي، ودخلت على الماي كارت بتاعته، هنا مثلا وائل مشتري من الكافيه ويز فانيليا، ومشتري من ده ومشتري من ده. انا هدخل على البرودكتس وهجيب الكافيه ويز فانيليا، وهخلي وائل يشتري تاني وهو شاريه، فهختار مثلا واحد وهدوس ايه انتر، هروح على ويلكم وهروح على الماي كارت. ايه اللي حاصل؟ وائل شاري الكافيه بالفانيليا 6 كميات، وشاريه كمية واحدة هنا. أنا بصراحة ما بحبش الحركة دي في الفواتير عموما، ما بحبش الطريقة دي، اللي إيه، أنت يبقى أنت نفس المنتج متكرر مرتين بكميات مختلفة، بحب يتضموا على بعض. فعايزين نصلح، مش هقول نصلح، هقول إيه يعني، نظبط، نحسن، هقول إيه، نحسن. خلاص، هو اللي راح طلبها تاني كان ممكن يروح على الماي كارت ويعدل الكمية، لا انا هسهل عليه كل ده اليوزر يعني. فخلينا ندخل على الفيوز دو بي واي بتاعت الاوردرز، ونروح على الاد تو كارت. الاد تو كارت انت كده كده شغال جوه منها وفاهم الاكواد، وفاهم كويس لما دخلت لمرحلة اضافة الديتيلز، لاما هتضيفه على طلب قديم لاما هتضيفه على طلب جديد. طبعا نيو اوردر ده اول اوردر ديتيلز ليه، طبيعي انت بتعمل نيو اوردر وبتدي له الاوردر ديتيلز على طول، فبالتالي ده اول اوردر ديتيلز، فمستحيل يتكرر. هيتكرر فين؟ ما هو مفيش حد يا عم، ده لسه الاوردر معمول. فخلاص احنا مش هنبص للجزئيه دي خالص، احنا شغلنا كله هيكون فين؟ في القديم. هو المحتمل ان يكرر فين؟ في القديم، الاوردر اللي ايه، القديم اللي موجود قبل كده، تمام. فانا طبعا هنا السطر ده اصلا، واخد لي بالك انت، السطر ده اللي هو سطر 24 ده قدامنا، هو ده اللي ايه، اللي بيجيب لي الاوردر. والسطر ده اللي هو 25 هو ده اللي ايه، بيعمل كرييت للبرودكت. السطر ده اللي هو 25، السطر ده كله، ها، ولا لما انا انزل انتر كده، واخد لي بالك ازاي، اما انا انزل انتر كده اهو، ايه اللي حصل لما نزلت انتر؟ بقى رقم 26. تركز يعني في الحتت دي، عارف في ناس بتستهوي في الحاجات دي، بس معلش انا باكد. المهم يا جماعه، راعوا بعض، ان في ناس، مش كل الناس بعقليات واحده، انت ممكن تكون عقليتك افضل من غيرك بشويه، واحد تاني عقليته اقل شويه بس متميز عنك في حاجه تانية كده يعني، فنراعي بعض. لما اقول لك مثلا ان السطر بقى 26 لما نزلت انتر، يا ريت الناس تعديها للناس التانية. المهم كلنا بفضل الله بنكمل بعض، وكلنا بفضل الله فينا خير وربنا يكرم ان شاء الله. المهم ما نخرجش عن موضوعنا، عايز اجي هنا قبل ما اضيف الاوردر ديتيلز اتحقق على اساس لو موجود نفس المنتج لنفس الاوردر، معلش خلينا ايه، نعدل الكميه وخلاص، ماشي. طيب خلينا نيجي هنا، هقول له اف. اف ايه؟ اف انا هشتغل من الاوردر ديتيلز اللي هو الموديل، ماله، دوت اوبجكتس دوت اول قوسين دوت فلتر. فلتر بايه؟ ادي القوسين بتوع الفلتر، فلتر بالاوردر، يبقى الاوردر بيساوي الايه، الاولد اوردر اللي انت عامله في السطر اللي قبليه كوما، والبرودكت، سوري، البرودكت، تمام، البرودكت يكون بيساوي البرو اللي انت شغال عليه. ماله بقى الكلام ده كله؟ بعد ما تعمل فلتر لو لقيت الاوردر هو نفس الاوردر اللي معاك، والبرودكت هو نفس البرودكت اللي معاك اللي انت عملته برضو قبل الاف دي، قبل الاف دي البرودكت اهو، البرو هو البرو، لو كل ده بقى دوت اكزيستس، ودي قوسين بتوع الاكزيستس، لو كل ده اكزيستس، يبقى هنا ايه، باص، خلاص هنرجع لها تاني ان شاء الله. يبقى هنا في الحته دي المنتج ده موجود لنفس الاوردر، المنتج ده موجود لمين؟ لنفس الاوردر.
انتر. إلس دي في الايه؟ السطر ده جواه. كده كده الرسالة دي هتطلع سواء لده أو لده. ماشي؟ إلس هو السطر ده. يعني لو موجود هنتخذ إجراء هنا. إلس ضيف واحد، ده مش موجود. ماشي كده يا جماعة؟ طيب، هاجي بقى هنا هعمل إيه؟ هنا كل اللي أنا هعمله إن أنا هجيب الأوردر ديتيلز وهغير له الكمية وأحفظه بس، مش هعمل حاجة تاني. آدي هعمل متغير أسميه أوردر ديتيلز سمول كده، وهقول له ده بيساوي من الأوردر ديتيلز الأصلي اللي هو الموديل، تمام، دوت أوبجيكتس دوت جيت. هات هات عشان أغير بقى، ده مش فلتر، لا أنا مش بتحقق هنا، ده أنا بقول لك جيت. هات هات لي الإنستنس نفسه. ماشي؟ جيت على أي أساس؟ تمام؟ هات لي بقى اللي أنت لقيته ده يا عمي، اللي هو اوردر بيساوي الاولد اوردر كوما والبرودكت بيساوي البرو. جبته خلاص؟ اه جبته خلاص. ومعاك؟ اه معاك. بس اندى عليه بقى يا اوردر ديتيلز اللي انا لقيتك وندهت عليك، تمام، دوت انت جواك كوانتيتي انا هغيرها. هي موجود فيها كام؟ معرفش موجود فيها كام. موجود فيها اللي موجود 1 2 3 ماليش دعوه. زائد بتساوي حط بقى الجديد، حط زود على الكمية اللي موجودة الكمية اللي معاك، بس حولها لانت الله يبارك لك عشان انت هتعمل عملية جمع دلوقتي. خلاص؟ فحولها لايه؟ لانت اللي هي ايه؟ الكيو تي واي اللي جايه لك من الريكوست بس. وادي ايه؟ سيف. خلاص؟ ننزل احنا بقى نعمل سيف يا اوردر ديتيلز. بعد ما غيرت لك الكمية انا هعمل لك دوت ايه؟ دوت سيف. وادي قوسين بتوع الايه؟ السيف. وادي سيف للفيجوال ستوديو كود. طيب يبقى انت هنا لو دخلت لقيت نفس البرودكت لنفس الاوردر اللي انت داخل تشتغل عليه هتغير الكميه بتاعته وبس على كده. ما لقيتوش تضيفه من جديد. بس متهيألي كده خلاص يعني. نجرب بقى الكلام ده. تعالى نيجي هنا بقى ونشوف ايه الموضوع. هاجي بقى هنا ولازم طبعا ابقى مركز. طبعا ده انا هعمل له ريموف اللي هو البرودكت اللي انا ضفته ده قبل كده. خلاص انا هعمل له ايه؟ ريموف عشان ما يلخبطليش الدنيا. خلاص بس كده احنا ايه؟ رجعنا لمرجوعنا. انا دلوقتي بمين اهو يا عم؟ بص لوج اوت خالص وساين ان من جيت عشان تبقى انت مطمن تماما. اه انا عارف في ناس بتحب تجرب، تمام، يعني جرب كل حاجه. ده التجربه دي اهم حاجه في شغلك. ماشي؟ ادي الماي كارت وانا مسجل بوائل فيها المنتجات دي. طيب خلينا نضيف مثلا السبريسو اهو. 2 وادي انتر اتضاف صح؟ ارجع للماي كارت اهو اتضاف. السبريسو اول حاجه فوق اتضاف، كل حاجه ايه متضاف. خلينا بقى ندخل مثلا على الفانيليا ده. ماشي؟ هجيب الاول برودكتس هدخل على كافيه بالفانيليا. استنى ارجع للكارت تاني. هو في كام؟ ركز قوي. في 6. في كام؟ 6. لا ركز اكتبها، لو هتنسى اكتبها. في 6. خلاص هدخل على المنتجات وعلى نفس المنتج وادت كارت وهحط هنا 3 وهدوس انتر وهرجع للماي كارت اللي كان فيها 6 بقت كام؟ 9. وما تكررش صح؟ ما هو نفس المنتج. نفس مين؟ نفس المنتج. فاهم القصه؟ عايز بقى انوه على حاجة. لو انت شغال في موقع الاسعار بتتغير عليه كل شوية، كل يوم بسعر، كل يوم بسعر، ساعتها ما تعملش الحركة دي. ساعتها ما تعملش الحركة دي. ليه ما تعملهاش؟ لان هو ممكن يزود كمية بالسعر القديم من سعر اغلى منه او ارخص منه. في كلتا الحالتين ما ينفعش. خلاص واضح كلامي؟ علشان كده ما رضيتش اقول في الاول عليها خطا، لا قلت لك احنا هنحسنها. بالنسبه مثلا لموقع ماي كافيه بيبيع يعني كافيه ومشروبات ساخنه وكده، ما بيبقاش معدل ان هو يغلي الحاجه او يغير اسعارها كتير. فعلشان كده ممكن نعمل حاجه زي كده. خلاص؟ فنركز في الموضوع ده كويس يعني. انا برضو ايه لما برضو بديك الحاجه بفضل الله بحاول ايه؟ اديك افكار تانية عشان اعرفك ما تقفلش فكرك على حاجة، ما تجيش تمسك حاجة وتقول هي دي الصح وهو ده الصح، لا، ممكن يكون ده
صح عند غيرك وانت مش داري وانت ما تعرفش، مش محيط بالموضوع يعني، واحنا طبيعي بشر يعني ما بنحطش بحاجه يعني خلاص. فلازم تبقى مركز في القصه دي. اهو تعال نجرب في الاسبريسو، ادخل لي على الاسبريسو اللي هو فيه 2 ودخل لي هنا ايه مثلا 7 اللي هو كان فيها 2، وروح على الماي كارت بقت كام؟ بقت 9. وبتغير من هنا عادي، هو مفيش اي مشكله بفضل الله. خلاص تغير الكميه، تزودها، تنقصها، تريموف، تعمل اللي انت عايزه بفضل الله. تمام معاك، يبقى انت كده برضه بفضل الله حسنت بزياده على الشغل بتاعك. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.